FM. الكلمة ليك. موقف وزارة التربية بتبيع من ملف التقاعد وتقديم سن التقاعد بالنسبة للمعلمين إلى 55 سنة. كلا بالنسبة للوزارة هي موقفها ديما ما هوش واضح. التسويف والمماطلة ديما يعني هو نهج في التعامل مع قضايا التعليم الأساسي. يعني كيف ما قلنا هو ديما يبقى موقف حكومة. هي سلطة تنفيذية. الحكومة هي اللي تملي على وزارة التربية شو تعمل شو ما تعملش. وإحنا مهما كانت الإملاءات راهو مطالبنا نعاود ونقول هاري مطالب جوهرية ولن نتنازل عنها. واللي قراته الهيئة الإدارية القطاعية اللي هي سلطة قرار رانا ماشيين فيه وسنصل إلى التصعيد. معناتها التصعيد نجم نقولوا الاضراب العام في الاثنين. التصعيد احنا لائحة الاضراب واضحة. اللائحة المهنية اللي هي في لائحة اللي هي اللائحة المهنية اللي صدرت يوم الاثنين 16 جويلية فهمتني فيها احتجاجات واعتصامات جهوية يوم 1 سبتمبر 2016 صارت في الادارات الجهوية. فيها يوم غضب وطني اللي هو صار امس قدام الوزارة. ومازال الخطوة الاخيرة هي إضراب حضوري بكامل المؤسسات التربوية يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016. وفي صورة عدم الاستجابة للمطالب فإننا سنلتزم بقرارات الهيئة الإدارية التي ستنعقد من جديد على ضوء التفاوض اللي باش يصير مع الأطراف المعنية وسنواصل النضال. أكيد النضال نفهمه أنه أنتم كنقابة خلينا نحكي كنقابة وانت حاضر في المفاوضات وتحضر في المفاوضات. علاش هي فما المصلحة المباشرة هي متاع التلميذ؟ علاش ما يتمش اللجوء لهزين العصاب النص خلينا نقوله إذا كان ما فماش مفاوضات؟ علاش التوجه ديما إلى التصعيد والوزارة بتجاهل؟ علاش انتم في المفاوضات هذا كتونسي نسأل هذا منيش صحافي كانت مواطنة تونسي نسأل علاش المفاوضات ما تمشيش إلى الحل الوسط ونمشيوش علاش ديما نمشيو المشكلة لما حالة بين ضفرين للحد الأقصى؟ احنا ديما في التحركات متاعنا يصير تفاوض مع الوزارة ونخرج ونشدوا العصام الوسط لا نأخذوا احنا لحاجتنا به الكل وقت اللي يستجيبوا هما بشكل من الأشكال حتى لجزء يرتقي مع تطلعات القطاع يرتقي مع يتماشى مع إصلاح المنظومة التربوية ومع جودة التعليم احنا نقبلوا به. ما جاوش عطونا حل واحنا قلنا لا رانا مساعدين ورانا مازلنا باش نقرب. احنا مفهمش حتى جواب صريح. اذا كان صديقي احنا اليوم هذه لائحة مهنية ممضات من طرف الوزارة ومن طرف رئاسة الحكومة وتم التنكر لهذه الاتفاقات فما بالك بمطالب مهنية يعني مستقبلية. نواصل معك حوارنا لكن عنا تدخل عبر الهاتف خلينا ناخذ ونشوف شكون معنا. مدام أحلام هكا. ألو عسلامة. ألو عسلامة. مدام أحلام معنا. أي أنت من القطاع مدام أستاذة معلمة؟ أنا نايبة. معلمة نايبة عندك تفضل عندك ما تدخل على تعلق على الموضوع. أي ربي يحب نسأل سؤال كان فاضل. أنا نايبة عندي عام أنا عملاول على طولي من 21 أكتوبر عملت نيابة عام كامل. تمشيت المقر متاع الاتحاد متاع النقابة اللي في الجهة متاعنا قالوا لي راهو أنت معناها تنجم فما أنت بس أنا بعد الأربع دفعات معناها هذوما يمكن أي ويمكن لا. دفعات متاع النواب القدم معنا مش بنعرف إسكو احنا كاني عايتون كاني عايتونا معنا هالسنة جدد مرة أخرى معنا هالسنة جنية مصيرة نحن معنا جدد جاسين جدد مش على قدم اللي تشملهم اللي تشملهم. احنا نشوفوا في موضوع الاضراب وموضوع الغضب نتاع المعلمين اكيد مانيش نعرفوا الحلول نتاعكم احنا نشوفوا في حل المشاكل مش الحلول. هذا مطلب اكيد مشكور على الاتصال نتاعك. اكيد المشكله رجعنا لمشكله النواب مره اخرى المقياس هذا كله الحق حتى تقريبا لو كان باش يتم الوزاره باش تحل الباب للانتداب للمعلمين النواب فما مشاكل اخرى باش تجي على المقياس هو راهو ما يسالش بعجاله بالنسبه
الأخت نجاوبوها راو إدماج النواب انتدابهم هو وفق شروط وديجا خارجة في محضر اتفاق 5 ديسمبر اللي أمضت فيه رئاسة الحكومة والوزارة والطرف النقابي. إيش يقول هنا في النقطة جيم؟ يدمج وفق شروط الانتداب بالوظيفة العمومية انتداب النواب بالوظيفة العمومية القائمون بنيابات مدتها 6 أشهر فأكثر من 6 شهور فأكثر أنهم النواب مش من كلهم والذين باشروا العمل خلال الفترة الممتدة من 15 سبتمبر 2006 اللي جاء بعد هذاك يعني مصيره ما هوش واضح. احنا نمشوا اللي تم الاتفاق فيه والشروط اللي اتفقنا فيها مع الوزارة. واضح. خلينا باش نختم معاك الحوار متاعنا. ضيفنا اليوم وليد الجلال الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي. نحكيه على المستقبل. جمعة جاية للعيد، بعد العيد العودة المدرسية، هل فما عودة مدرسية وإلا لا؟ احنا بالنسبة لنا احنا فما عودة مدرسية. أعطيني بعض. ما قلناش ما فهمش عودة مدرسية. واضح ولا نسعو ديما نسعى يعني أن نجدو حل وسط دون الانقلاب على الاتفاقيات. اتفقت معايا وفقت وانت حكومة وانت عندك مالية وعندك عندك ياسر معطيات باش توصل صح في اتفاق، نفذ اتفاقاتك وقافي بوعودك. ولكن هنا حسب كلامك سي وليد ما تمش يعني احترام الاتفاقية ذي. دونك في العودة المدرسية شنو بش يصير؟ عام ناول فما تلامذة مشاو يلقاو أقسام معبية بتلامذة وما فماش معلمين. السنة بش نشوفوا المشهد ذي ولا لا؟ هو براتيك مو هو التلميذ تو في الحالة هذه بش يمشي القسم في بعض الأقسام ما هوش بش يلقى معلم يقريه. ما فهمش معلم، مش معلم مضرب، المعلمين تخدم وما فهمش أضراب والتلميذ ما هوش بش يقرأ. وانا اعطيتك ان كيف كنا في وضعيات يعني ما هي شيكة كيما الوضعية السنة وتلامذة توصل الوسط اكتوبر وموجودة نجم العباد تتكلم في الارياف يوصل حتى الوسط اكتوبر ساعات الاخر اكتوبر وهو ما عندوش معلم يوصل المدرسة التلميذ ويروح فمش معلمين على خاطر يتم تعيين المعلمين في جهات وما يمشيوش. لا كيفاه يولي تخلي على العمل لك يتعزل فما لا يمكن وقتها الغاء من الوظيفة العمومية وقتها عادي حاجة ما لحكوش فيها ولا تخلي على الخدمة ذيك مش مفهمش معلم يقول له برا البلاصة. السيناريوهات المنتظرة السيناريو إذا كان الحكومة ولا وزارة التربية مواصلة في موقفها هذه شنو بش يصير؟ والله بالنسبة لنا احنا اللي بش يصير إذا كان واصلت عنا إضراب يوم 5 أكتوبر هذايا يعني للبرنامج لأن نحن عنا اللائحة وعطت التهديد بإضراب يوم 5 أكتوبر يعني ما نجموش نخرجوا على هذا. أنا ديجا كنقابي ما نجمش نقول لك رانا إيش باش نعملوا لأن عنا هيئة إدارية صدر قرار صحيح بطبيعة سيناريوهات مقرره كل شيء جائز يبقى اللي تقره الهيئة الإدارية. فما عودة إلى طاولة التفاوض مبدئيا أمس وحتى ما يعني بجلوسنا مع الأخ محمد حليم عضو النقابة العامة يأكد أنه ثم مساعي وش يتم دعوة مكتب النقابة العامة للتفاوض وإن شاء الله نوصلوا الحل وإن شاء الله نوصلوا الحل بما فيه راو للظروف الطيبة وتعليم يعني في المستوى للتلميذ مش بالطرق الكل لأنه كان ندوره في المدارس خويا العزيز راهي حالات كارثية. إصلاح المنظومة التربوية عمره ما يتعدى في والتلميذ يقرأ في قسم فيه 40 تلميذ من 36 إلى 40 عمره ما يتعدى والمدرسة الابتدائية مفقرة من أبسط التجهيزات. أنا معلم نقري في الحمامات في وسط البلاد نقري عامين في السنة سادسة يعدوا مناظرة في مدرستنا ما نكسبوش أبسط حاجة إيقاظ علمي تجارب ها فهم شيء. المعلم يجتهد وحده، المعلم يجتهد يجيب من داره ويحضر التجربته قبل بجمعة أنت يجيب معاك حاجة من الدار وأنت يجيب معاك حاجة من الدار وين نجيب وذيك يجيب
باش نجموا يعني نمروا الدروس نتاعنا. ان شاء الله المره الجايه تكون بحذانا ونحكيوا على وضع اخر، على نحكيوا على مستوى نتناقشوا في الحلول، نلقاو حلول بطبيعه ان شاء الله. الحلول هذه تلقى الحلول العاجله من جانب النقابي ومن جانب سلطه الاشراف في اقرب وقت، لانه يزيد معناتها من يزينا من نقولوا التلميذ التونسي معناتها هو في القرايه مستوى قاعد يطيح بطبيعته، يزيد ولي ما عينوش في القرايه اكثر من هكا. ان شاء الله التلامذه ترجع للمدارس في اقرب وقت، ان شاء الله فما عوده مدرسيه كما يلزم، ان شاء الله الحلول اللازمه. هذا صراع في اطار نجم نقولوا ظاهره صحيه، لكن ان شاء الله الصراع ما يطولش. مشكور جدا، شكرا خويا جلالي، العفو بارك الله فيكم، مرحبا بك في الحضور نتاعك. كابا فان الكلمة ليك.